السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنحاول بقى نحل تمرين مهم قوي على موضوع الشحن المكثف، وديت المحاضرة هي رقم 2 والجزء الثاني في دائرة الشحن المكثف. وتابعنا برضو لآخر الفيديو عشان نشرح برضو دائرة السيموليشن. فتعالوا بقى نخش في المثال اهوت. مدينا كاكزامبو اهوت، هنا مدينا الإي اللي هو مصدر جهد عندي بعشرة فولت، وفي عندنا قيمة المقاومة ريزيستنس 100 أوم، ومديني هنا بقى إيه الكاباستنس أو الكاباستور هنا الساعة بتاعته 50 ميكرو فاراد. طب هو عاوز هنا إيه بقى؟ ده هنا عاوز 3 حاجات. أول حاجة بيقول لي بقى احسب ثابت الزمن اللي هو التايم كونستانت اللي هو التاو، وتاني مطلوب عاوز بقى إيه الجهد اللي هو هيكون موجود على المكثف لما زمن الشحن يوصل لكام يا شباب؟ 2 تاو. ومطلوب التالت والأخير عاوز برضو جهد المكثف لما يوصل زمن الشحن كام؟ 5 تاو. واحنا لو تفتكر بقى في الفيديو اللي فات قلنا ان طبعا ان الجهد بتاع المصدر هيتنقل كله لمين؟ للمكثف. وبالتالي لما الجهد يوصل بقى بتاع المكثف لجهد المصدر يبقى كده اللي ايه المكثف اتشحن شحن كامل. طب قلنا الكلام ده بياخد وقت، تمام؟ هو الوقت ده بقى عاوز يحسب الوقت هنا بقى. فمرة ان الجهد دوت لما يوصل عند زمن كام؟ 2 تاو، عاوز يجيب قيمته من العشرة، تمام يا شباب؟ من مين بقى؟ من جهد المصدر الأساسي. طب لما يوصل ل5 تاو هيبقى المكثف دوت بقى الجهد اللي عليه كام؟ احنا قلنا بقى في الفيديو اللي فات لما يوصل الزمن 5 أضعاف الزمن الثابت أو زمن ال تمام، هو بيسميه طبعا عشان نلعب بالعربي يعني صعب شوية، لكن هو بيسميه التايم كونستانت، فهنا ثابت الزمن. لما بيوصل 5 أضعافه، تمام، ايه اللي بيحصل بقى؟ ان الجهد المكثف بيساوي جهد مين زي ما قلنا بقى؟ المصدر. وده اللي احنا بقى هنحاول نثبته يا شباب بداية السيموليشن، وبرضه هو ايه هنحاول نحسبها مع بعض بالآلة الحاسبة. يبقى في الحالة دي بقى ان الـ VC هيساوي مين يا شباب؟ جهد المصدر هنا بقى. وطبعا زي ما احنا برضه عارفين يا شباب ان بعض الكتب والمراجع بتسمي جهد المصدر اما VS او E. وطبعا هنا ايه الجهد بتاع المكثف هيبقى برضه في سي بالنسبة للمكثف، زي ما برضه كده بايه بننسب احنا جهد المقاومة بنقول عليها الفي ار، او ممكن نسميها في بعض الكتب الاي ار، يعني الجهد الموجود مين على المقاومة. فدي كلها طبعا ايه رموز للكميات الفيزيائية في الكهربية. واحيانا برضه بعض المراجع بيسميها يو، فممكن يكون هنا على المكثف الاول جهد المكثف هيسميه بقى ايه يو سي، تمام؟ مش هيبقى ايا كان بقى الرمز، احنا لازم نتعامل مع كميه فيزيائيه بقى. تعالوا بقى نجيب اول مطلوب معانا. ايه هو بقى اول مطلوب معانا يا شباب؟ عاوز يحسب زي ما قلنا بقى ايه التايم كونستانت. يبقى اول حاجه هحسب مين؟ التايم كونستانت اللي هو التاو هنا. التاو ده بيساوي يا شباب في المحاضره اللي فاتت بيساوي كابيتال المقاومه في الاي في السي، بس خد بالك زي ما قلنا بقى المقاومه هنا بالاوم لازم يكون بالاوم، والسي هنا ايه بقى بالفراد. فانت لو عندك المقاومه بالكيلو هتحول الاوم تضرب في 1000. طب هنا المكثف بقى ده بيدوا لك بالايه بالميكرو فراد، لكن المقاومه بالاوم فهنا هيساوي بقى التو يا شباب هضرب ال 100 دي بالاوم بتحولها نفسها، هي دي اللي اصلا دي بالاوم، هضرب في كام بقى؟ في 50 اللي هي قيمه السي، بس عشان احولها بقى هضرب في كام؟ هضرب في 10 اس كام؟ سالب 6، عشان احولها من ايه بقى؟ من الماكرو الى الفراد. لما تضرب ده في بعض كله يا شباب يطلع معاك كده كام؟ حوالي بالظبط كده ايه 5 من 1000 سكند، يعني حوالي كام بقى؟ 5 ملي سكند. يبقى هنا التو في الحاله دي يا شباب هتطلع معاك كام؟ 5 ملي سكند. وده كان أول مطلوب معانا يا شباب. يبقى إذا بقى التو بتاعتك بقى كل مرة هتزيد كام؟
خمسة ايه ملي سكند، فانت عند واحد تاو 5 ملي سكند. طب عند التين تاو انت طبعا كده ايه بقى ايه، عند التين تاو يعني كام؟ يعني 10 ملي سكند. طب 10 ملي سكند هنا بقى هيطلع معاك الفولت كام؟ فشيء طبيعي يا شباب، لان ممكن ايه، طبعا قلنا التاو ديت هي قيمة الار سي، فانت ممكن عندك هنا ايه يعني طريقة من طريقتين، يا اما اعوض هنا عن التي بالار سي وارجع اعوض عن التي اللي قال عليها تين تاو، طب ما كده هخش في متاهة. طب انا عندي هنا التاو خليها زي ما هي، زي ما هي كده تاو، واشيل التي احط عنها كام؟ ايوه 2 تاو. يعني اصبح في النهاية يا شباب بقى زي ما قلنا بقى هنعبر عنها بالفي سي او اليو سي، فخلينا نكتبها بالفي سي، هيساوي الفي سي بكام يا شباب؟ الفي اس هنا بقى بكام؟ ب10 فولت. هفتح قوس 1 ناقص الاي، طبعا دي يا شباب احنا نسينا بقى نقول ديت معادلة جهد مين؟ شحن المكثف. ده جهد اللي بيوصل فين على المكثف؟ ده جهد المكثف في اثناء الشحن، بس له علاقة بيه بقى ايه مع الزمن. يعني زي ما قلنا الجهد دوت ما بيوصلش لحظيا لجهد المصدر، لا بياخد فترة زمنية. وطبعا ده يا شباب ده الايه الاكسبونشن فانكشن، دي الدالة الأسية اللي هو الثابت اي. فانت هتعبر عن ايه؟ هنشيل التي ونحط مكانها كام بقى؟ 2 تاو، فاصبح المعادلة دي بقى تبقى سالب التي زي ما هي اهي. خلينا نعوض عنها بقى، هجيب كام يا شباب؟ هقول بقى هشيل التي واحط كام؟ 2 تاو بقى 2 تاو على مين؟ على التاو دي، ده كل مين يا شباب؟ القص. فانت ممكن تكنسل بقى تاو مع تاو، فاصبح في النهايه القص هنا كام بقى؟ اي واحد يبقى يساوي ان هو 10، نفتح قوس في 1 سالب اي، قص هنا كام بقى؟ سالب 2. فالموضوع معاك سهل وبسيط اهو، فانت ما تعوضش في التاو عن الاو سي وترجع تعوض عن التي بايه بالتين تاو وتلوط نفسك. لا احنا كل اللي هنعمله يا شباب مين؟ هنشيل كل مره التي بكام قال في المساله بالتين تاو 3 تاو 4 تاو، هنعوض عنها بس، فهتلاقي البسط والمقام كنسل مع التاو، فاصبح القص معاك بقى سالب رقم صحيح او سالب او كاس زي ما انت عاوز بالظبط. تعال نشوف هنا بقى يطلع كام بقى. انا يا شباب اهو بالآلة الحاسبة اهيت، تعال بص على الآلة الحاسبة اهي، نفس المعادلة ديت اهي، ادي الفي اس ب10، وفتحت قوس قلت ده 1 ناقص الاكسبونشن اي اس سالب كام؟ 2. طلع معايا كام يا شباب بقى؟ 8 و64 اقول 65 كام؟ بالمية ايه بقى؟ ايه فولت. يبقى اذا في الحالة دي يا شباب ان جهد بقى، تعالوا انتبه هنا بقى، ان جهد المكثف في الحاله ديت عند كام بقى؟ عند التين تاو بكام؟ هيطلع معاك 8 و65% يا شباب مين؟ فولت. يعني اذا كده بقى ايه، ان المكثف لسه ما شحنش شحن كامل. إن ليه بقى ما شحنش شحن كامل؟ ليه؟ عشان لازم يوصل في شحن كامل كام؟ قيمته 10، تمام. طيب دي كان عند 2 تاو. طب تعالى نشوف بقى المطلوب الثالث، انت عاوز تجيبه كام بقى يا شباب؟ عند 5 تاو، نفس المعادله طبقها بقى. قلنا بقى نحفظ المعادله ايه، ان الفي سي جهد المكثف بيساوي جهد المصدر الفي اس في 1 سالب الاكسبونشن فانكشن اللي هو الاي اس سالب التي على مين هنا؟ على التاو. هنا بقى قال لي التاو بكام؟ بخمسة تاو، فهنشيل هنا التي بقى نعوض على بكام؟ تعالوا بقى نجيب لون مختلف، هشيل التي بكام يا شباب بقى؟ بـ5 تاو. يعني انت في ده بقى هتبقى معاك كام بقى في الآخر؟ هتبقى هنعوض بقى عن الفي اس جهد المصدر بـ10، هنفتح قوس بقى 1 سالب الاكسبونشن اللي هو الاي سالب كام بقى؟
لما كان بشيل ديت وحط خمسة تاو، فالتاو هتروح مع التاو، هبقى كام سالب؟ خمسة. وادي شهاب معاك مين بقى؟ وادي معاك الآلة الحاسبة ايه؟ طبعا هنا اللون مش واضح قوي، خلينا نجيب لون تاني. هو يا شباب الآلة الحاسبة معانا اهيت، هنا الايه الاي او الفي اس، الفي اس بكام؟ ب 10 اهو. وادي الاكسبونشال نقص سالب كام؟ خمسة. يطلع معاك كده يا شباب بقى في حاجة بقى، جهد المكثف كام؟ يطلع معاك بقى هنا الفي سي اللي هو الجهد المكثف بعد زمن خمسة تاو، هيطلع معاك كام؟ تسعة. تاخد بالك ده دخل على فين بقى؟ على جهد المصدر. واحنا فين يا شباب؟ قلنا ايه؟ ان فين عند خمسة تاو ابتدى بقى ايه يحصل ايه بقى ايه استقرار للفولت، ومهما بقى ايه بقى الزمن يزيد هيفضل جهد المكثف في الحالة دي بيساوي جهد مين؟ جهد المصدر، فبالتالي هنا يساوي بالتقريبا 10 فولت. وده بقى يا شباب اللي احنا هنشوفه دايما في المنحنيات بتاعت مين؟ بين العلاقة بين جهد المكثف أثناء الشحن والزمن. هنا بقى معاك أنت ممكن بقى تعمل جدول أهو يا شباب. هنا تحط الأول في الأفقي اتجاه المحور إكس الزمن بالملي سكند، وتحط في اتجاه الواي المحور العمود الرأسي جهد المكثف بالفولت. لاحظ هنا بقى أنت ممكن تعوض في المعادلة بتاعتك بقى إيه، عند مرة عند واحد تاو وعند اتنين تاو، وتسجل هنا مين بقى إيه القراءة بتاعت مين؟ بتاعة المكثف في الحالة دي جهد المكثف. فقلنا ده عند واحد تاو طلع بكام؟ قلنا هو طبعا كان عاوزها عند كام؟ عند اتنين تاو، طلع بعدها كام؟ بتمانية وشوية صح؟ أهو 68%. دي كام بقى؟ 8 و65% يا شباب مين تاو؟ فولت. طب عند خمسة تاو طلع حوالي قلنا كام؟ يبقى 10 جهد المصدر. أكيد بقى عند ستة هيفضل برضه ثابت 10، عند السبعة هيفضل برضه 10، لأن هو بدأ من خمسة تاوي خلاص بقى يوصل لجهد مين؟ المصدر. طب عند أربعة تاو بقى هيقل شوية، تقريبا ممكن نحسب عند أربعة تاو ولا ما حسبناهاش؟ ماشي، أنت بقى إيه هتعوض هنا بقى إيه في المعادلة لما التاو بكام بقى هنا إيه؟ الزمن بواحد تاو. يعني هنا هيبقى يقص كام بقى؟ سالب واحد. تعالوا بقى نشوف اهوت، ده رسم معانا يا شباب اهوت، ده رسم منحنى اهوت بين ال في سي جهد المكثف والزمن اهو، ده الزمن، وده بناخده يا شباب بالملي تاعي امبير، بس احنا بنعبر عنه بقى ايه بكلمة التاو. فادي عندك هنا ايه عند واحد تاو اهو يا شباب، قلنا الفولت بيوصل لكام؟ 63% من مين؟ من جهد المصدر. طب انت بقى لو عند 7 من 10 تاو بيوصل لكام؟ نص ايه قيمة المصدر. وادي يا شباب معانا الآلة الحاسبة اهيت، هنا دلوقتي ايه حاسبين كام بقى يا شباب؟ انا خدت بقى ايه ان ال في اس دوت ثبته على قيمة واحد، وبالتالي بقى اصبح الكاس ده كله هاخد واضافه فين بقى؟ في قيمة ال في اس. ال في اس بقى عندك بيقول لك في المسألة ب 10 فولت، بيقول لك ب 15 ب 12 ايا كان الفولت، هجيب القيمه دي بتاعت مين بقى؟ اول واحد ناقص قص ونعوض عن الزمن ونجيب القيمه دي. فقلنا دلوقتي عند واحد تاو الفولت بيساوي كام بقى بتاع المكثف؟ 63 يا شباب اهو بالمية من جهد مين؟ المصدر. وبالفعل يا شباب طلع معاك القيمه دي. تمام يا شباب. طب انت بقى لو عاوز تجيب قيمه تانيه، تعالوا بقى نجيب الآلة الحاسبه ونحسب عند قيمة تانية، وليكن مثلا عند كام؟ عند خمسة تاو. هقول هنا بقى هقول بواحد ناقص بقى، أو أنت بعد كده هنشوف الفولت بتاع المصدر بكام ونعوض عنه. واحد كام بقى؟ تعالى بص هنجيب هنا الاكسبوشن ازاي يا شباب. أنا عاوز بس إيه تبقى دي موجودة معاك واضحة. تمام. اقول يا شباب هنا بقى ايه، ادي شيفت وادي الزر او البوتوم بتاع مين؟ بتاع اكسبوشن اهو. اول ما فتحت اكسبوشن اداني مين بقى؟ علامة القص فوق. انا عاوز اجيب عند مين بقى؟
عند كام، خلينا بس نجيب عند كام هنا يا شباب، 7 من 10 تاو، يعني قول هنا بقى ايه سالب، هشيل التي واحط 7 من 10 تاو، 7 من 10، المفروض يطلع لي كام بقى؟ نص القيمة. طلع معاك يا شباب كام اهو، ادي نص، هضرب القيمة دي في بقى في الفي اس، وبالفعل يا شباب عندك اهو بقى ادي، ادي الفي اس يا شباب اهوت، القيمة دي عند 7 من 10 هي التاو، بيساوي كام بقى هنا بقى لما الزمن وصل 7 من 10 تاو، الفولت ايه بتاع المكثف وصل كام؟ لنص قيمة المصدر، يعني المصدر لو كان 12 فولت يبقى دي 6 فولت يا شباب. فاحنا بنحسب على مين بقى؟ على اساس ان هنا يبقى ايه؟ ان الفي كود المصدر كام؟ بواحد صحيح. طب انت بقى عند عاوز عند 5 تاو هيطلع بكام؟ هيطلع اقول زي ما قلت بقى عند 9، عند كام بقى؟ 100% من مين؟ من جهد الايه؟ المصدر اللي هو الفي اس اهو. 100% يعني عند واحد صحيح بقى اهو، واحد في الفي اس. يعني كان عندك 10 فولت هيبقى ده 10 فولت. وبتيجي بعد كده بقى الفترة دي بقى لحد عشان لما يوصل ل 4 تاب، هو دلوقتي ايه؟ فترة ايه بقى ايه؟ الترانزيت، يعني لسه ما وصلش للشحن الكامل. لما يوصل بقى عند 5 تاب اهوت النقطة ديت، فكده أصبح هنا ايه بقى ايه؟ استقر خلاص المكثف في الشحن، ومهما تزود بقى في الزمن هيفضل الشحن خلاص متشبع للايه؟ للمكثف. تعالوا بقى نشوف دائرة الشحن بقى او ايه بالسيموليشن. ده المثال معانا يا شباب اهوت، ادي المقاومة اللي هي الميت اوم معانا اهيت، وادي سي 50 مايكرو فراد. في الحالة دي لاحظ هنا يا شباب انا عندي هنا المكثف هنا ارى كام بقى، او الفولتميتر دوت ارى جهد المكثف كام؟ ده الفي سي اهو كام بقى؟ 6.3 يا شباب فولت. حد يقول لي بقى دوت بقى كان عند زمن كام؟ اه حد يقول لي، ما احنا قلنا دلوقتي بقى ايه؟ عند ما يكون الزمن بيساوي 1 تاو، وجهد المكثف بيوصل لكام؟ ايوه 63 من ايه؟ من 100، من مين؟ من جهد المصدر. طب انا عندي كان جهد المصدر ب 10 فولت، يبقى تضرب بقى دي كام؟ في 63 من 100 هيطلع معاك يا شباب بالظبط كام برضه؟ يبقى ايه؟ 3.6 فولت، 6.3 فولت. يبقى دي عند مين بقى؟ يبقى اذا المكثف دلوقتي في الحاله دي فين؟ عند ايه؟ جهد، عند لما وصل الزمن كام؟ 1 تاو. يبقى اذا بقى يا شباب التاو ديت تمام، دي قيمه ثابته من قيمه من جهد المصدر، يعني في كل المكثفات كلها يا شباب في كل دوائر الشحن هتبقى 1 تاو، يعني هيوصل كام بقى؟ 63% من مين؟ من جهد المصدر. فلو جهد المصدر بقى 10 فولت هتوصل 6.3 من 10. طب لو جهد المصدر 15 فولت، يبقى هضرب 15 في القيمة دي، يبقى أصبح كده الفولت بتاع المكثف عند كام هنا؟ عند 1 تاو. طب عند 5 تاو هيوصل لمين بقى؟ لجهد الإيه؟ المصدر نفسه. إذا كان 15 فولت هيوصل، هيبقى جهد المكثف كام؟ 15 فولت. طب قلنا بقى أنت بقى في المثال ده بقى جبنا بقى ايه؟ ادي التاو اهيت، اللي هو ايه بقى؟ ثابت الزمن بتاع الشحن هنا كام؟ اللي هو الار سي، طلع بكام يا شباب؟ 5 مايكرو سكند، 5 ملي سكند. ضربنا بين المقاومة في الساعة، 100 في 50 في 10 سالب كام؟ 6، هات لك معاك 5 ملي سكند. طب تعالى بقى انا لو غيرت بقى ايه قيمة المقاومة هنا بقى، خليتها 200، يعني انت زودتها عن المره اللي فاتت كام؟ ب2 ضعف. طب المكثف خدته كام؟ 150 مايكرو فراد، يعني اكتر من الليل اللي فات كان كام؟ 3 امثال. المكثف في الحاله دي كان كام؟ كان 50، جبت خليتها 150 بقى اصبح 3 اضعاف، وهنا المقاومه خدت الضعف مرتين، بقى اصبح بقى ان التايم كونست بقى هيتضاعف كام بقى؟ 6 مرات. الاتنين في التلاته يا شباب بقى 3 في 3 بكام؟ ب6، 6 في الخمسة بتاعت مين؟ بتاعت الدنيا اللي فاتت بقى كام؟ 30. يبقى إذا بقى التاو هنا بقى في حالة الدنيا دي عشان يطلع بكام؟ ب30 ملي سكند. خد بالك هنا إيه بقى إيه؟ إن في الحالة دي بقى يا شباب إن المكثف هيوصل للجهد بتاعه 63 بإيه؟ في المية من جهد المصدر، بس بعد كام بقى؟ بعد 30 ملي سكند.
ليه؟ عشان المقاومة زادت معايا والمكثف هنا زاد. مفهومة يا شباب؟ طب دي بقى ديت اللي هي الخمسة ونص دي، ولا الخمسة بالظبط ايه؟ اللي هي نص مين؟ نص العشرة. دي حد يقول لي بقى هنا بقى كان وصل بقى الزمن كام؟ اه كان وصل الزمن معاك بقى كام شباب؟ كام؟ 7 من 10 تاو. 7 من 10 شباب مين؟ تاو. طب تعالى بقى اخش بقى على داتا سوليوشن بقى عشان ما اطولش عليكم. ادي يا شباب معايا داتا سوليوشن اهي، تعالى نعمل عرض البرنامج. هنا يا شباب انا عايز مين بقى هنا ايه؟ ادي التاء مفتوح، حياتي المفتاح مفتوح مفيش تيار بيعدي. ادي التيار هنا كان بقى نانو امبير يعني زيرو، وادي المكثف برضه ايه الجولد عليه كام؟ نانو نانو كام بقى ايه؟ فولت يعني زيرو فولت. تعالى بقى نشغل داتا سيميوليشن بقى، هدوس على المفتاح اعمل كلوز ده، هقفل المفتاح. لاحظ معايا هنا يا شباب بقى ان التيار الشحن قلنا في البدايه ايه قيمه عظمى، قيمته كام؟ هيساوي زي ما قلنا قيمه المصدر 10 على كام؟ على 200. هيطلع معاك كده كام بقى دوت؟ 50 ملي امبير. 50 كام يا شباب؟ ملي امبير. لاحظ هنا معاك بقى هيبقى معاك 50 او 49 ونص، طبعا في لحظتها هيبتدي يقل، وجود المكثف بقى هيزيد معانا في كل لحظه. هنشوف بقى لما يوصل لنص القيمه ديت العشرة يعني 5 فولت، يبقى وصل كام كده؟ ايوه وصل عند 7 من 10 تاو. طب لو وصل بقى للعشرة يبقى خد خام ايه بقى؟ وصل عند 5 تاو. تعالوا بقى نشغل بسم الله. شوف كان كام اهو؟ كان حوالي 50 مللي، بدأ يقل معاك اهو، الفولت ده بدأ يزيد على المكثف اهو. انا بقى هعمل ستوب بقى ايه للمفتاح لما يوصل لكام؟ 5 فولت، يعني وصل كام بقى؟ نص قيمة المصدر، يعني عندها هنا بقى الزمن بكام؟ بقى ايه نص 7 من 10 تاو. 7 من 10 تاو اهو يا شباب. كده بقى الفولت على المكثف بقى كام؟ نص قيمة المصدر، يبقى كده عند زمن كام؟ 7 من 10 تاو. تعالوا نكمل الدنيا بقى، نشغل هفضل برضه الفولت عندك يزيد. طب قلنا بقى هيوصل عند تاو بقى، لما يوصل عند هيوصل كام الفولت؟ ايوه هي كام دي؟ 6 وكام؟ 3 من 10. يبقى ده الفولت مين بقى؟ بتاع المكثف عند زمن كام؟ 1 تاو، اللي هي كام بقى تاو في الحاله دي بقى؟ 30 مللي سكند. تعالى ايه نكمل الدرجه، نعمل كمل المفتاح نوصله تاني، هيفضل الفولت معاك يزيد تدريجيا برضه اهو، لحد ما يوصل كام بقى للعشرة فولت بتاعت المصدر اللي هو جود المصدر بقى. هيوصل بقى في خلال زمن قد ايه؟ ايوه عند 5 تاو، يعني عند كام بقى؟ عند 30 مللي سكند اهو. احنا طبعا كده مكبرين معانا يا شباب زمن البرنامج عشان تحس بالكيه بقيمة الفولت اهو، اهو لسه الفولت عمال يزيد. لاحظ معايا الكارنت هنا بيقل، حتى يوصل كام بقى الكارنت؟ هيبقى زيرو، والفولت بتاع المكثف كام بقى؟ اقصى قيمه له ماكسيمم فولتج، اللي هو فين بقى؟ اللي هو جهد المصدر اهو لسه. طبعا دي بقى طبعا اول لما يوصل بقى كام؟ 9.9 هيبقى وصل كام يا شباب بقى؟ 5 تاو. وطبعا انت ممكن بقى ايه تحسب برضه عند 4 تاو، اللي هو كان من نهاية فترة مين الترانزيت، نهاية فترة ايه عبور ايه بقى الفترة بتاعت مين ان يوصل المكثف يخش بقى في بداية الشحن الكامل، لان هو عمال الشحن بتاعه يزيد من زيرو لحد كام؟ لحد 4 تاو، وبعد كده هيخش بقى في مرحله ان بدا يوصل بقى للحمل الكامل او للشحن الكامل عند كام بقى؟ لما يوصل من بدايه ال5 تاو. وبعد ال5 تاو بقى مش تاثير جامد في ايه؟ في زياده الفولت اهو، زي ما انت شايف هو الفولت عمال ايه يزيد تدريجيا بقى، يعني ايه بزمن اطول اهو. شوف بقى لما يوصل كمان ال 10 فولت هياخد فترة بقى، ده عمال يعد كمان 92%، 93%، وهكذا يا شباب لحد ما يوصل كام بقى؟ ل 10 فولت، ويثبت بقى عندها ويستقر كده، والزمن والتيار بقى الشحن وصل للباك هو بعد ما كان ملي، فكده دخل هنا ايه بقى ايه؟ للزيرو خالص بقى. انا بقى عشان ما اطولش عليكم في الفيديو طبعا هكتفي بهذا القدر بقى، لان ده ياخد زمن اطول عشان يوصل لمين يا شباب؟
للعشرة فولت اللي هو ايه قوة المصدر وكده. يا شباب يكونوا وصلوا لنهاية الفيديو، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم يا شباب، ومتنساش الإعجاب والشير بالقناة، ودمتم في عائلة الأمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.